قول لي وانت في مباراه، قبل ما توجه كلمه لحسين، وانت بعد مباراه العين او قبل مباراه العين مع سفيان رحيمي، برضه بالتاكيد اتكلمتوا على الاهلي واتكلمتوا على الجمهور، وانا عارف ان سفيان كان قريب جدا من الانضمام للنادي الاهلي. احكي لي شويه، كان مشاعره عامله ازاي؟ بالنسبة لسفيان الرحيمي قبل الماتش تكلمنا، قال لي يعني جمهور كبير، لعيبة كويسين، بس ما تكلمناش على يعني على الحاجة اللي كان غادي يجي الأهلي ولا ما يجيش. قال لي هذا قدر، الحمد لله أنا جيت فريق آخر ولعبت مع فريق آخر. قال لي بصراحة أي لاعب يتمنى يلعب في الأهلي، وإن شاء الله تكون كويس وما تزعلش، نعم والفرصة بتاعك تجي غادي تجي، هو نعم اخويا ومسيرة موفقة لي يا حبيبي.